عشان حد رز بشعيرية هون عند رز الأمريكاني تقريبا استعملت كباية من رز الأمريكاني غسلته كتير منيح تراحت كل النشا منه صارت المي عندي شفافة رجعت نقعته تقريبا لمدة ساعتين من الوقت كل ما ننقعه زيادة كل ما بتخف المي اللي بدنا نضيفها هو وعلى النار المواد الدهنية رح استعملها عندي الزبدة وعندي زيت الزيتون يلي بيعطينا كمان نكهة طيبة ومميزة عندي ريش عيرية نص كباية من ريش عيرية لك أحلى مرحبا لأحلى خالات بهالدنيا ولأحلى كرام خانم بالعالم حبيبي عم بتعلم لك شو أكلة رح تاكل أصابيعك وراها شو يا روحي كوردون بلو لك الله يخلي لي إياكي كل شيء من تحت إيديك بيطير معي صبوحة أختي دخلك بيت الجعفري تغير رقمه شيء لك لأنه غيروا بيته مع اللحمة وشلون بدنا نعرف رقمه الجديد دقي على الاستعلامات أختي بتعرفي فخري برضاي عليك تعال حبيبي طلع لي الغسيلات لفوق اسمك متنشط منضيف مواد امو على راسي براسي طالعن لفوق تأمري انت تأمري يا ست الكل لك شو هالمنطقه الظريف منين حالي عليك اللطافه الزايده لك هذا لاني بحبكم بحبكم كلكم 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 حتى لانه مثل ما بنعرف الزبده بتحترق دغري على السقف تعي نقعد بالفي مش لحدا هالفي حب بين وفكر شوي ان شاء الله نعيما الله ينعم عليك يا رب ازيح زيح من وراء هالمجلق انا هلا بجليهم للجليات انت طالع من الحمام هلا بتمرض ابدا ما حد راح يجي اليوم غيري يوه 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 لك ببقى انا بجليهم بعدين اليوم اصلا انا عم قطع وقت ليش راجع على المعهد نو عندي موعد ترررم اخذ اذن من شاني ايه لا تواخذنا تعرف انك حليان كثير اليوم عم تحكي عن جد؟ ايه والله يخزي العين حولك على هالشبوبين عيونك الحلوين يا احلى والطف صبوحه بالعالم كفي كفي عني جلي كفي ايه شو صار له؟ هلا كان عم يحلف ويتحلق انه بجنيهم اهلين اهلين دكتور بهجة تفضل لا شكرا بدي احكي معك كلمتين ايه واذا كان بنحكيهم جوا دخيل عينك مو محرزة هون منيح كلمتين وبس مالك شايف الجيران رايحة جاي تفضل دكتور اشرب لك فنجان قهوة واحكي هالكلمتين تفضل والله لو مو الموضوع ضروري ما كنت زعجتك خير والله شغلت اللي بالي مايا مدري شبهها شغلت اللي بالي صار لك كم يوم لا عم تنام منيح ولا عم تاكل منيح وما بلاقيها غير صفناني وكأنه لتكون مريضة أنا دكتور وبعرف مرض ما لا مرضاني بس حسسني قلبي إنه صاير معها شيء وما عم تحكي ليها أنت بتعدك بغلاوة إمها بلكي هيك بتخليها تحكي لك شبهها بلكي هالولاد بيفهموا لي منها شيء والله شغلت اللي بالي على ميوشي بس ولا يهمك أنا بفهم لك شو القصة الله بيعلم أنا عندي مايا بغلاوة فخري عم بعزمك معي بس ما لي غيركم وأنا كمان يلا بالإذن بخاطرك كرام خانم الله معك دكتور يا علي يا علي بتعرفوا شباب
أنا اكتشفت إنه الحب يوجع القلب. إيه والله معك حق يا مايا. إيه هو الواحد لما بيحب أول مرة بيصير يعاني. لكن ما دخل فيديل، هي أنا أول مرة بحبه وما عم عاني. دخيلك أنت فيديل، لك حتى الحب بدك تتفزلك فيه. أوكي بدون فزلكة، أنت كيف تفهم الحب؟ بصير كل شي بحبه حبيبي، والدنيا مالا جنس الطعم بدونه، يعني بالمختصر بصير هو كل حياتي. شفتي كيف فهمتي سؤالي غلط؟ أنا سألتك كيف بتفهم الحب مو كيف بتحبي. إيش بدك يعني أعرف لك يا تعريف يعني؟ يا أخي هي هيك تفهم الحب، شو بدك فيها؟ إيه وإن شاء الله أنت بتفهمه مثلها. لا أنا بشوف إن الحب كيمياء، أسبابه ما لها مفهومة، يعني هيك مدري كيف بيصير هيك. دخيلك، ولك الطب داخل عندك حتى بالحب. لك أنت دخيلك، تفضل فيلسوف زمانك عرف لنا الحب. أنا عايش كثير قصص حب باعتباري فنان، والفنان حساس وما بيقدر يعيش ولا لحظة بدون حب بالمعنى المطلق للكلمة. والحب قولا واحدا هو انسجام فكري، يعني اذا في انسجام بيني وبين اي شخص ممكن تخلق بيناتكم قصه حب. والحب ما هو تماهي مع الاخر وبس، لا لازم يحافظ كل واحد على خصوصيته وفرديته. يعني انا برايي لك ايه خلاص فيديل هلكتني، شبك ما حد فات لسانك لحلقك. لك الله يعين جماعتك، فظيع شو قرار. ولك اكثر شيء بتحبه فيني جماعتي هو حكي ونظرياتي الحياتيه. هلا في مجال تعفينا من نظرياتك وتحلولي مشكلتي؟ خير ميوش، متخانقة أنت وجماعتك؟ يلا بعيد الشر، بس جدي ما عم يخليني أحكي على التليفون براحتي، يا دوب بمسك هالسماعة نص ساعة ثلاث أرباع الساعة ببلش رايح جاي. يلا يا مايا، طولتي يا مايا، بقوم بسكر، ما عم بتهنب ولا تليفون. زعلتيني عليك يا مايا، لأنه التليفون كتير ضروري لما الواحد بيكون حابب. إيه ولا يهمك ميوش، خلاص تعي احكي من عنا. ما بدي تقل عليكم، انت بدك تحكي وفيديل بده يحكي. لا مايا ما في مشكلة، انا وفخري اغلب حكينا بالليل. ايه اوكي. لا حبيبي بلا هالحفلة، يعني انا مالي رايح، معقول تروحي لحالك؟ لك تقبري قلبي، من شي قليل انا بحبك وموت عليكي. ايه تقبرني هالضحكة الهي. ايه انا برجع بحكي معك بكرة طبعا، بدي اشوفك. ايش فيني يمرق نهار ما اشوفك فيه؟ حبيب قلبي مع السلامة، باي يا عمري، باي. ايه فخر، مع مين عم تحكي؟ مع مين يعني؟ مع رفيقي. ها ومين هالرفيق هاد يلي ما بتقدر يمرق نهار بدون ما تشوفه وما تسمع صوته؟ هو انا رفيقي بعزه كتير. ها يا الله يعزك الهي، ما شاء الله حولك شو اكابري. اطلع من هالبواب فخري اطلع، حارتنا ضيقه وبنعرف بعضنا. انت ما كنت عم تحكي مع رفيقك؟ مع مين كنت عم تحكي؟ خالتي صباح، قل لك وما بتقولي لحدا؟ قول سرك ببير، احكي وعليك الأمان. هي رفيقتي بالجامعة، شكلنا كتير حابين بعض وفيك تقولي مترافقين. وشو يعني هي مترافقين؟ يعني حابين بعض ومرتبطين. أيوة خالتي فضحتيني. والله وعدت شفتك يا فخري حابب وعشان يضرب اللي قال لك شو حمار. جدو هيك قال لك؟ والله ماني متغيرة. بلا قال لي تليفوناتك كتراني وأكلك قليل ودائما صفناني وعم تسهري بالليل. ميوسة حبيبتي ليلي صاير معك شي؟ قال لك وما بتقولي لحدا؟ ايه قولي سرك كبير. أنا حابة طاط كرام. مين؟ شاب معي بالجامعة، كل البنات بيتمنوا يحاكوه بس هو ما حكى مع حدا غيري. إيه شو عليه؟ الحب مو عيب، حبي حبيبتي بس بقصور. ديري بالك على جدك وخففي لي تليفوناتك شوي، وأهم شي تنتبهي على دراستك. تمسكين بي وكأنني نقطة، وتضعينني على حرف اسمك الأول، وكأنني حرف تنثرينه في شظايا كلماتك العابرة، وكأنني
عالم بلا كينونة، وكأنني عالم بلا كنه. لك أكتب القصيدة، لك أكتب القصيدة داخل القصيدة. أحبك بسذاجة، أحبك بسماجة. ضعيني 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 في أعمق أعمق زجاجة. يو يو، إن شاء الله ما بتبلى ولا بتخ وإنت شاعر. أي منين بدك تسمع صوتي وإنت فاتحة القريحة معك؟ صلي ساعة ساعة عم ناديلك. عاوزتك؟ أهلين سوريا خانم، بشو عاوزتيني؟ بالأول كمل كمل، لا تستحي، سمعني مواهبك. ولا مو أنت مألفه لهذا الشعر؟ لا أنا مألفه. عجبه؟ منيح، بس أنا ما سمعته كله. على كل حال أنا هذا الشعر الحديث ما بفهمه، لمين عم تكتبه؟ لنفسي، أنا بحب ألف لنفسي شعر. كل هالقد حبك لنفسك طاغي. اطلع اطلع من هالبواب، وين صراحتك وجرأتك؟ صراحتي موجودة سريا خانم، بس نفسي هي حبيبتي وحبيبتي هي نفسي. يا الله، حتى الحكي صار عم يطلع معي شعر. شايفي سريا خانم؟ شايفي؟ طيب ومين هي حبيبتك؟ هي نهر من العشق أردوي برشفة، هي غوغاء الشعوب المؤدلجة، هي السكون ساعة الفرح. يو، شو هالحكي هاد؟ وشو هذا السكون ساعة الفرح؟ بحياة اختك يا سريا خانم، مو تشبيه بيطير العقل. دخيلة، الواحد ما بياخد منك لا حق ولا باطل. لا حق في الحب ولا باطل، لا براغماتية ولا طائل، سيمياء الحب تشطرنا، فلا حب في الحب وما أنا إلا بزائل. من شرفي أشعر بدني. شوفي شوفي قولي. يلا يلا. شو يا وين غاطيت؟ والله مطرح ما أنت غاطي. أيوة. مرحبا شباب. أهلين أهلين. جاي أخذ رأيكم بشكلة، تعالوا شوفوا شو رأيكم. حلو؟ حلو. ما حلك تكبري لك مايا؟ شو هالهدي؟ ليش شبه؟ كتير كيوت، بعدين هو بيحب الدباديب. معناتها الهدية الجاي لازم تكون بوكيمون، لأنه كتير دارجين بهالأيام. ما سألني ليش حضرتك شو بتهدي لرفيقتك؟ أفكار ومبادئ؟ شفت؟ غليظة المسخرة ما عن جد. فيدو، شو ستايلة لرفيقتك بالهدايا؟ ها، بتحب البيجامات والشحاطيت الملونة والشموع والكتب والشالات وكافة السلوكات الثورية بأنواعها. واضح الانسجام الفكري بيناتكم، حاكم طلاب المعهد المسرحي بدون شالات وسلوكات ثورية ما ببينوا طلاب معهد. يخلصونا انت وياها بقى، حاجتكم الارون اير. يمي دبدوبك. فخري انت قلي رفيقتك شو بتحب هدايا؟ رفيقتي بتحب كتير شغلات، سيديات، برفانات، تياب، واكتر شي الورود. ها، هاي الناس الطبيعية اللي ما عندها عقد الثقافة. إلى الفخر، إن شاء الله فكرة حالك عم تعطي عليها إذا قلتي عنها بتحب الثقافة، يا عديمة الثقافة. خلص فيديل، خلص مايا، لفوها بقى. لك أنا متأكدة إنك كل يوم بتغنينا لرفيقتك بلا ولا شي، بحبك بلا ولا شي. بشرفك مو كل يوم بتغني لها إياها؟ إيه بغني لها إياها، وبغني لها كمان بعدك صغيرة على الحب، فوتي يا عبيتك فوتي، إيه روحي يا عبيتك فوتي. ما رح رد عليك لأنه الرد عليك عبس. شو اسم رفيقتك فخري؟ لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليه ضوعة الطيوب. لا تبحثوا هنا بسطري، تركته يجري مع الغروب، فلن أبوح باسمي حبيبي. اهدى اهدى يا راجل، يسلم فمك. لك يقطع عمرك، شو سئيل ومالك علاقة بالرومانسية؟ اللي عليك شو كركدن. ايه هبيتيها لهجنيني هبي، اتركي لك شو وردي. ايه فيدو،
اسمعوا اسمعوا، هاي القصيدة امبارحة ألفتها. ايه عم نسمع. روميو وجولييت جعجعة بلا طحن أمامي، فأنا عطيل في حلمي ليلة صيف. هي الليلة الثانية عشر لكوميديا أخطائي. لحظة لحظة لا تكفي. ألو؟ أهلين حبيبتي، وأنا مشتاق لك. لوين رايحة؟ مع مين؟ إيه إذا مع أمك معلش، بس لا تطولي. إيه حاجتك ساعة تنزلي على السوق، ما بدك أكتر من هيك. شو؟ لا ما في طلعة لعند الجيران، رجعي من السوق وحاكيني. إيه يلا ناطرك بعد ساعة. ليكي ساعة وخمس دقايق بزعل منك. ها أيوة ماشي، باي يا عمري، باي باي. يي ليش هيك بتحكي معه؟ اوف يا فخري، ليش هيك بتدقق على تصرفاتها؟ شبك يا زلمه؟ اخي انا هيك بحب، انا بغار عليها من شمه الهواء، اخو ما رأي شي. ايه يلا يلا فيديل، كفيلنا قصيدتك. ايه يلا. مكبث هاملت، سيدان من فيرونا، جعجعة بلا طحن امامي، انا الملك لير، اموت في حبك يا ديزدمونة. سمعنا. الو اهلين. ايه لحظه لحظه فيديل، جماعتك. الو مرحبا، كيفك حبيبتي؟ مشتاق لك انا. ايه لوين بدك تروحي؟ لا 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 لا، ما عم حقق معك ولا شيء. معقول؟ ايه المسرحية اللي عم تنعرض بالقبانة. ايه حضرتها انا، حضرتها. خلص حضريها انت، بس يعني لا كتير تشد ايدك، يعني سخيفة وتافهة. ما قصدي صادر لك رأيك بنوب، بدي اسألك سؤال، هلا انت مين رايحة؟ لا 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 لا، الله يسامحك، هلا انا رجل شرقي عم اسأل من باب الفضول والله. الله يسامحك. على كل حال سلمي لي على كل الاصدقاء، سيف وزهير وطوني وجلال وابراهيم وعلي وفادي وعطلة واسماعيل، لا تنسي لي ويايمن كمان. واذا يعني سالوك عني قولي له اني حضرت حضرتها. ايه يلا بي باي بي باي. يا هلا اهلا. الو الو الو، تذكرت، انتبهي على الاضاءه كثير منيح بالعرض، لانه دوره كثير مهم وحيوي. اوكي باي باي يا امار، باي 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 باي. ترى ليش ما رحت مع رفيقتك على المسرحية؟ حضرتها، ما بدي احضرها مرة تانية. ورفيقتك رايحة لحالها؟ لا مع رفقاتها. اطمني. ولي شو open mind ومتحرر؟ القضية مو قضية open mind ومتحرر، القضية قضية ثقة. سمعاني يا سيد فخري، ثقة. العمى ما اغلظكم. والله طيبة هالشوكولا. منين جايبتي يا مايا؟ اجتني هدية. تفضلي تعطري يا خانو. يسلموا مايا. بدي اسألها من أي محل جايبين لها إياها جماعتها مشان جيب مثلها لجماعتي. إيه بس شوكولاتة أيام زمان أطيب من هلا. لا 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 يا سوريا خانم، بجوز كل شيء كان أحسن إلا الشوكولاتة، هلا أطيب بكتير. يلا عن إذنكم أنا صار لازم أروح. هدي ميوشي، هلا مندق لجدك ونسهر كلياتنا سوا، والله اشتقنا له. ايه ايه خليكي. ايه شو عندك عادي؟ ما بقدر، بدي اكون بالبيت الساعة 8، في حدا محضر لي مفاجأة. ايه طعمك الحج والناس راجعة، صارت الساعة 8 وربع. يبعت لي حمى، شو بدي ساوي هلا؟ خلاص عادي، امرك لله، راحت عليك المفاجأة وراحت. لا لا شو راحت؟ لازم روح على البيت، رح روح ركض انا. طولي بالك. هلا بكون كسرت لي تليفونك. بشار يحيى حريشك، شو عم تساوي هون؟ رحت عبيتكم مشان غني لك عم جدك قلعنا، ما هيك شباب؟ ايه. وكيف عرفت اني هون؟ مو انت قلتي لي انك عند بيت جيرانكم؟ ايه ما خليت بيت بالحاره ما دقيت عليه، لحقوني شباب. One, two, three, four.
بعدك انتي نور عيوني، بعدك عقلبي بتنوني، ما بنساكي روحي فداكي مهما العزال يلوموني. بعدك انتي نور عيوني، بعدك عقلبي بتنوني، بعدك انتي نور عيوني، بعدك عقلبي بتنوني، ما بنساكي روحي فداكي مهما العزال يلوموني. بعد دقاته بتحبك، بعد قلبي بينده قلبك، بعد دقاته بتحبك، بعدك عمري في ايدك امري، لا تغيبي بيجن جنوني. بعدك انت نور عيوني، بعدك عقلبي بتموني، بعدك انت نور عيوني، بعدك عقلبي بتموني، روحي فداكي ما بنساكي لو مهما الناس يلوموني. بدي سجلها، رح جيب سجل وارجع. شلون؟ عجبتك؟ اي طبعا انا مألفها ومغنيها كمان. لا هو طبقة صوتي بالحياة غير بالغنى. اي وعازفها كمان. هو أنا نسيت قلك إني بعزف جيتار كمان. لا 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 لا، أنا بطبيعتي ما بحب أتباهى بمواهبي. إي صحيح، ما قلتي لي حبيتي الشوكولاية اللي جبت لك إياها؟ إن شاء الله صحة وهنا. قدرت الشام كلها لقيت لك إياها. وأنا بحبك. ليكي بدي إياكي تسمعي هالمقطوعة، هي أنا عازفها كمان. إي اسمعي اسمعي. عم تسمعي؟ شلون؟ عجبتك؟ ايه طبعا انا خطير بالعزف. من وقت ما كان عمري 5 سنين وانا بلعب على الجيتار لعب. بتعرفي حبيبتي؟ كان جاي على بالي اجي لتحت بيتك ووقف واعزف لك المقطوعة. وانا بحبك. مطول. وانا بموت عليكي. شلون حبيبتي؟ وانت بتعزفي جيتار كمان؟ برافو. طبعا طبعا اكيد اكيد بدنا نعمل دويتو سوا. اوكي برجع بحكيكي انا. ماشي مع السلامه. باي باي يا عمري. ولي على هالعلقه طلعت بتعزف جيتار. قلت لك اوعك كشلك شي كشي قدامك تنكشف. ما رديت علي. وفوق كل شي نقت لمقطوعه فلامينغو فتح الزمان وببلدنا ما بيعزفها. قوم قوم بدي احكي مع جماعتي. قوم ليك في بيت بأملك، بس بدك تكتب لي قصيده الا اياها. مو معقول فخري ما بتعمل هالشي من وحيك الذاتي؟ بدك تضل طول عمرك عم تشحد شحاده. قوم قوم. الله ما بدي منيتك، انا بألف لها القصيده. شو يعني كتابه الشعر معجزه؟ فرجي بس خلص. الو مرحبا، كيفك حبيبتي؟ انا كتير كتير مشتاق لك. شو عم تقري؟ اوه كتير مليح والله. انا ماني قريانه. بس بينتو شي مهم هالكتاب. ما ممتاز. بدي اسالك سؤال، اشتقتي لي؟ ايه هلا عم اعمل دراسه عن الواقع الاقتصادي والسياسي وارتباطه بالمسرح. ايه ايه كتير حلو يعني. بس يعني ما قلتي لي اشتقتي لي؟ ايه كلياتنا مشتاقين للمسرح الجاد. ايه والله. بس يعني انا كشخص اشتقتي لي؟ انا كتير مشتاق لك يا عمي، حتى اني عم فكر اقول لبابا يشتري لي موبايل مشان كل يوم اسمع صوتك.
لا 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 طبعا طبعا عم امزح. بعرف انه الموبايل مظهر برجوازي لكن ما بعرف. الله وكيلك عم امزح، لكن ليش لهلا ما اشتريت موبايل؟ لانه مظهر برجوازي. طيب والله ما في داعي تعصبي يعني انا. الو حبيبتي بدي احكي لك نكته. اسمعي اسمعي، مره في واحد حمصي كان. طيب بي باي بي باي بي باي. تقيلة الفريكة، شو رأيكم بكرة ناكل مقالي؟ خفيفة نظيفة وما بتعذب بالشغل. ايه والله إلنا زمان ما أكلناها الأكلة. ايه وقلينا راس زهرة معها وهيك شوية كزبرة وتوم قدامها. على عيني. لا شو مقالي، بكرة نحن رح نطبخ. يو يو يو، وشو المناسبة لحتى أنتوا تطبخوا؟ لأنه نحن بكرة عازمين رفقاتنا على الغداء. وشو المناسبة؟ من غير مناسبة، حابين تتعرفوا عليهم. يو فخري، من أمتك أنت تحبنا نتعرف على رفقاتك؟ لا يا صباح خانم، هدول مو أي رفقات، هدول الجماعة، يعني يعني مثل ما تقولوا هدول السبيشل السبيسيال. إيه أجلوها لبعد بكرة، منكون جهزنا حالنا. لا شو لبعد بكرة؟ وعدناهم بكرة. وجايين قبل بيوم تحكوا؟ نحن شو بدنا نلحق للحق؟ طبخ العزيمة ولا شغل البيت؟ يا جماعة شغل البيت ما بده شيء، أبيض مثل الفل. بعدين بالنسبة للطبخ نحن رح نطبخ. ما طبعا طبعا محلولة محلولة القصة محلولة. بالله ومن إمتى بتعرفوا تطبخوا؟ ولا سيد فخري مفتكر قلي البيت طبخة؟ عفوا أنا رح ساوي أطيب سلطة بالعالم. وأنا رح أساوي سودة دجاج مطفاية بالحامض والثوم والكزبرة. وأنا رح ساوي لازانيا. ايديك عم ترشي ما لا تاخذيها بالعبطه. بقى شو قلتوا؟ شو بدنا نقول يعني؟ اذا مجهزين حالكم وعازمين، ولك انا كم مره قلت لكم لا تحطونا تحت الامر الواقع وخبرونا قبل بوقت؟ على كل حال اذا بدها تصير هالعزيمه الي شرط. لحظه لحظه وقفوا اللعب، في شرط؟ خلوني نفهم شو الشرط. انا رح طريها معهم. حلو مريني يا احلى سوريا خانم. شو الشرط؟ بدكم تخففوا لي حكي على التليفونات، يعني مو حلوه ضلوا تحكوا لنصاص الليالي. سمعتوا شباب؟ سمعنا. اخي فيدي قلتك مين احلى؟ جماعتي لما جماعتك؟ والله انا برايي جماعتي. ها ليش بقى؟ لانها طبيعي وما بتحط ولا نقطه مكياج على وشها. ليش مين قال لك انه انا بخلي جماعتي يحطوا مكياج؟ لحظه لحظه لحظه، هي جماعتي وعدتني تحكي معي. عود عود. الو مرحبا يا عمري، مرحبا يا حياتي، يا نقطة مجردة في درب التباني. يا الله كأنك رايقة كتير اليوم. ما كيف صوتي متغير؟ لا انت صوتك متغير. شو خلص التشريج؟ انو تشريج؟ عفوا عفوا يبدو انا خربطت، يبدو انت جماعة اخي فخري. عفوا انا اسف. بي باي بي باي فخري. لإلك. الو لحظة لحظة حياتي، يا عديم الحس يا عديم الذوق يا عديم الاخلاق، لك كيف بتسمح لحالك تغازل جماعتي؟ والله ما عرفتها يا فخري، لا تواخذني. وما بتميز على عيبك، يخرب بيت قلبك يخرب بيت قلبك. شو حمار، بسيطه يا فيدين بسيطه يا قليل الذوق مردوده. الو ايه ايه حياتي، ايه ايه يا حياتي، لا هذا رفيق الدب مخربط فكرك جماعته. شلون؟ طبعا مو كل الناس عندهم اذن موسيقيه مثلي، وانا مشتاق لك. ايه حياتي عجبك السي دي؟ ايه بعرف ذوقك، انا منقي لك اياه. عباية عباية اجوا خالاتك. شو؟ لسه ما نمتوا؟ لسه ما نمنا، فخري عم يدرس وانا عم اقرا مسرحيتي. ايه موفقين حبيباتي، ايه ها الله يرضى عليكم، حطوا عقلكم براسكم، يلا تصبحوا على خير. لك ليش حاطين التليفون هون ورافعين سماعته؟ نحن رافعين السماعة مشان إزعاج البيت. هيك مين ما اتصل بلاقيه مشغول. إيه لأ
مو حلوة يلاقوه مشغول، بركي بدهم يانا ضروري خالتي. لا حبيبتي، جماعتك ناموا، اندفسوا، ويا ريت انتي كمان تنامي وتندفسي لأنه صرنا بنصاص الليالي. شو صرنا؟ بنصاص الليالي. يصبح الدماغ عديم الفعالية حينما يغيب النقل المستمر للسيالات العصبية. يلا اعملوا همة، ما بقي الوقت كثير. ها يو، شو هالمي اللي تحتك في دير؟ ايه والله في دير، لتكون سطمت البلوعة. لا 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 مو مني، داير بالي منيح انا. يي امن شو هالمي لكان؟ والله ماما ماما ماما. ايه ايه شو بدك؟ ليش هيك المطبخ؟ شوفي ماما، ارض المطبخ مليانه مي وما في غير عند الدكتور. ولي بس لا تكون طافت السياقات. لا تقوليها، اكيد البلوعه مسدوده. اف اي والله، جيبولي شفاطه لحتى اشفطها. ولك يخرب بيتكم، شو عاملين؟ السياقات البيت كلها طايفه اختي، بتعشف الحمامات. وضيوفنا؟ ولك شو ضيوفك امي؟ اعتذر منهم بلا هالبهدله قدامهم. ولي ليش ما بتنحل القصه بسرعه؟ لك انو سرعه انو سرعه، لازم نتصل بالبلديه مش عم تيجي تفتح لنا سيارات. خدي اختي خدي. يعني خلاص لازم نعتذر؟ طبعا لازم تعتذر، ما احنا هون جايين وشامين هالروايح. مسيك معتر انا، معتر يا دلي، من يوم يومي معتر. لك يضرب حظي انا، يضرب. منيح اللي طافت السيارات وما اجى على الغدا، وانا اللي كنت عملت له لازانيا لانه بحبها. كنت مفكره ما في حدا غيري بحياته، وانه الاغاني اللي ملفها ملف لي يا عالي. مو داري داير على بنات الشام كلها ومغني لهم ياها. الخاين. لكن انا شو بدي احكي؟ قالت لي ياها بالمشرمح، ما بدي اياك. ما في انسجام فكري بيناتنا. على انا سطحي وضحل وعديم الثقافي. ولك هي اللي عديمة الثقافة وعديمة الإحساس. لك انا تقلي بي باي بي باي. مشان الله اسكت انت وياها، انتو دح قدامي، انتو ولا شيء، انتو ناطري بحري. هلا بالله انا كذاب، انا تافه، انا عديم الشخصيه. يعني واذا طلعت ما بعزف جيتار وين المشكله؟ شو الهم العظيم يعني؟ بس والله انا بحبها. لك العوا دغري تخلت عني مشان اول عريس بيفوت على بيتهم. يا عيب الشوم عليها، يا عيب الشوم. لك تضرب من بين البنات شو بالبقى للحب. الحب.